في أحد الأيام الشتوية والأمطار الغزيرة، كان الوقت مثالي جدا لجلسة مرح مع الأصدقاء في الجامعة. كانت أوقات ممتعة، كنا بنتشارك القصص والحكايات. الأول كان بيحكي بسخرية عن تجربته العاطفية الفاشلة، واستمرينا في الضحك لأوقات طويلة. أحب أعرفكم بنفسي، أنا شخص فضولي جدا، مش مهم اسمي، مش مهم عمري، أهم حاجة هي حكايتي. في منتصف الحديث توقف الضحك، واتكلمت واحدة من أصدقائنا عن موقع غريب اسمه الدارك ويب. كانت بتحكي عن تفاصيل وقصص وحكايات صعب ان هي تتصدق، وكانت بتؤكد انها موجودة فعلا على ارض الواقع. واكتر جزء كان مثير في كلامها هو ان في الموقع ده مقابل المال ممكن اعمل اي حاجة بفكر فيها. واضافت على كلامها انها بتفكر تستأجر قاتل متسلسل للقضاء على احد زميلتها. كانت مجرد نقطة واستمرينا في الضحك، ولكن الموضوع بالنسبة ليا ما كانش مضحك ابدا، والضحك اصبح واقع العين. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو قررت تدخل لدارك ويب في يوم من الايام بدافع الفضول؟ هنستنى الاذان. يعني دي بعض المواقف اللي بتحصل مع التصوير. الله يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو فكرت انك تدخل للدارك ويب بدافع الفضول؟ ده اللي هنعرفه في باقي قصتنا. ولكن الاول يا ابطال، باقي حاجات قليلة جدا وندخل 600,000. عايزين نحقق الهدف ده في اسرع وقت، فعشان كده هطلب منكم ان انتوا تنشروا الحلقة في كل مكان، وتنشروها بالذات مع صديقكم المقرب وتعرفوه على مارو جيش الابطال، لان بالطريقة دي هتساعدوني جدا ان انشر المحتوى بتاعي، وانا علي اعمل فيديوهات وانت عليكم النشر. ده هيساعدني جدا وهنوصل في اسرع وقت. تنساش كمان ان انت تضغط لايك للمقطع، خصوصا لو كنت من الناس اللي بتتفرج على الحلقة في الساعات الاولى، فالتفاعل بتاعك مهم جدا. اعمل كومنتات على قد ما تقدر، عشان ده هيساعد المقطع ان هو ينتشر في كل مكان. مستعدون يا ابطال؟ بسم الله فلنبدأ. مارو مارو، هو انت فين؟ مارو مارو، انت اختفيت. مارو مارو، هو انت جيت؟ مارو مارو، انت اتخبيت. عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهايه المسلسل. عرض القفا هو مستك، مارو موسى يعني مستا، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. بعد الكلام اللي سمعته من صديقتي، رجعت للبيت وكنت حاسس باحساس غريب، حاسس ان في حاجه بتحركني ناحيه جهاز الكمبيوتر. ضربات قلبي بدأت ترتفع، والدم كان هينفجر من عروقي. ما قدرتش اقاوم اكتر من كده وجريت على مكتبي وبدأت ابحث عن الدارك ويب. انه الفضول القاتل يا صديقي. فضلت طول الليل ابحث، وكانت المعلومات كلها مثيرة ومرعبة، عن مواقع لبيع الاعضاء والمواد الممنوعة، وكل اللي صديقتي كانت بتحكي عنه كان حقيقي فعلا. بس السؤال اللي كان بيدور في ذهني، ازاي ادخل للمكان ده؟ وهنا طريقة البحث اختلفت تماما. وبعد ما كنت ببحث عن الدارك ويب بشكل عام، اصبحت ببحث عن طريق الدخول الدارك ويب. وصلت لمجموعة من الروابط السرية والمعلومات الخطيرة، وبفضل اني في الاصل دراستي كانت متعلقة بالكمبيوتر، فخبرتي كانت كبيرة، وكنت قادر اتعامل مع المواقع والرموز المعقدة اللي قابلتني. كان بيني وبين الدخول على الدارك ويب ضغطة زرار واحدة، وهنا قررت ان انا اقف واسأل نفسي، هل اللي انا بعمله ده فعلا خطر ولا لا؟ وكانت الإجابة نعم، ولكنه الفضول يا صديقي. بالفعل ضغطت على الزرار، وأخيرا دخلت الموقع. كانت المواقع أشكالها غريبة جدا، عالم مختلف تماما عن الإنترنت العادي. محركات البحث اختفت، وأصبحت الخيارات محدودة. صفحات المواد الممنوعة، خطف أطفال، شذوذ، سفاحين، ما كانتش مجرد صور، كانت فيديوهات لأشخاص مستعدين للتنفيذ في الحال بمجرد ضغطة واحدة. لحد الآن ما كنتش حاسس بأي خطورة، وكنت بقول لنفسي هو موقف وهيعدي زي اي حاجة بتعدي. ما كنتش حاسس بكمية المخاطرة اللي انا بعملها، لحد ما الفضول سيطر علي اكتر وضغطت على واحد من الفيديوهات، ويا ريتني ما ضغطت. بعد الضغط على الفيديو لقيت نفسي دخلت المكان مختلف تماما، وكان في اكتر من 15 شخص بيتكلموا مع بعض. كانوا بيحكوا عن المتعة اللي شافوها في احد الفيديوهات والتعذيب، وقد ايه الموضوع كان يستحق التجربة فعلا. حسيت انهم مش بشر، وحسيت ان بتخيل، وان كل ده مجرد خدعة او حلم. لكن بعد 20 ثانية فقط من التفكير قلت بصوت مهزوز مرحبا. الكل توقف عن الكلام وكأنهم مستنيين اللي هقوله. بدأت احس بالرعب الشديد في اللحظة دي، وحسيت ان فعلا في خطر. بس على كل حال قررت اكمل. كنت بحاول اتكلم ومش عارف اقول ايه، بس حسيت ان لازم اتكلم، لكن عقلي وقف ولساني عجز عن النطق تماما. وقطع الصمت الرهيب صوت ضخم لشخص مجهول بيقول لي، مرحبا بك في الجانب الممتع من الحياة، يبدو أننا وجدنا ضحية جديدة. حسيت أن أنا فعلا الشخص المقصود من الكلام. قلبي كان بيتنفض من شدة الرعب، لكن قررت أن أنا أتصرف عكس طبيعتي وحاول أبين أن أنا مش خايف بأي شكل.
وقلت بنبرة سخرية: حقا هل تقصدني أنا؟ لن تستطيع الوصول إلي أبدا، لن تستطيع تحديد مكاني. هل ستأتي إلى منزلي وتأخذني إلى الغرفة الحمراء مثلا؟ كنت بحكي اللي بتمنى أنه ما يحصلش فعلا. كانت نبرة صوتي فيها سخرية، لكني من جوايا كنت فعلا خايف، وكان الرد علي فعلا صادم. بالطبع سنفعل ذلك، انتظر القليل من الوقت وسوف ترى بعينك. في اللحظة دي كنت فاتح أكتر من برنامج على الكمبيوتر، وكانت غلطة كبيرة جدا وهتعرفوا ليه بعدين، لكن الأهم هو القرار اللي خدته، وهو إني سجلت خروجي بسرعة من الموقع وقفلت الكمبيوتر وقررت أنام. لكنها ما كانتش النهاية، دي فقط بداية القصة. في اليوم التاني صحيت من النوم، كان عندي جامعة وكان اليوم عادي جدا. خلصت دراستي واتقابلت مع أصدقائي وقعدنا مع بعض نحكي كالعادة. كان عندي حماس رهيب أحكي لهم عن اللي عملته بالليل، وبالفعل حكيت كل حاجة، لكنهم ما صدقوش كلامي، فقررت أثبت لهم إني بتكلم بجد، واتفقنا إن احنا هنتجمع عندنا تاني يوم بالليل في شقتي عشان أوريهم كل حاجة بعينيهم ونعيد التجربة من تاني. مشكلتي الوحيدة كانت إزاي أقنع أهلي إن كل الأصدقاء دول يجوا للبيت، خصوصا إن هما لازم يجوا في وقت متأخر من الليل. وهنا كانت الخطة بعد تفكير طويل، قررت أقول لأهلي إن دول أصدقائي وجايين معايا من الجامعة عشان عندنا مشروع ولازم نخلصه، وبالفعل نجحت الخطة. دخلنا الغرفة وقفلنا الباب، وبكل حماس فتحت الكمبيوتر عشان أعيد نفس اللي عملته من تاني. فتحت الموقع ولكن كانت المفاجأة، لقيت رسالة مكتوب فيها: مرحبا بعودتك، أنت عضو رسمي، لا تقم بتسجيل أي بيانات، فقط انقر هنا. ضغطت على المكان المحدد والحماس بدأ يرتفع، مصداقيتي قدام أصدقائي بقت عالية ومستنيين الخطوة الجاية بكل حماس، ولكن يقتل الحماس الصوت الضخم المرعب: هل كنت تعتقد أنك حقا ذكي؟ شكرا لأنك تركت لنا كاميرا سكايب مفتوحة طوال الليل، أنا متحمس جدا للحظة التي ستكون فيها معي، لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك حتى أجدك. حسيت بالرعب الشديد، كنت حاسس ان خلاص نهايتي قربت، ده غير ان في ملفات تم ارسالها من قبل الدارك ويب، وكان المفروض ان انزلها واشوف ايه اللي موجود فيها. كنت خايف ومتردد جدا، لكن اصدقائي شجعوني وقالوا لي نزلها، وبالفعل نزلتها وشفت اللي فيها. كان فيها كل معلوماتي الشخصية وبعض الصور الموجودة في جهازي. عرفت في الحال انه تم اختراق حسابي بشكل كامل، وعلى الفور مسحت كل حاجة عليه، كل بياناتي وصوري، وقفلت الحاسوب. ولكني اعتقد انه قرار متأخر جدا، قرار بعد فوات الاوان. اصدقائي كل واحد فيهم رجع لبيته، وفضلت انا لوحدي في الغرفة المظلمة قاعد خايف ومكتئب، مش عارف ازاي هتصرف ولا عارف انام من شدة الرعب. صحيت الصبح من النوم وكان يوم عادي جدا زي اي يوم، رحت الجامعة ورجعت من الجامعة، مشيت الحياة بشكل طبيعي. كنت حاسس ان الكابوس ما تحققش، لكني كنت مخطئ. كنت ماشي بالليل في احد الشوارع، تقريبا نسيت كل حاجة وبدأت احس اني في امان، لكني لاحظت ان في شاحنة صغيرة بتراقبني طول الوقت. بدأت ادخل شوارع كتير عشوائية بسرعة، لكنها استمرت في ملاحقتي. تأكدت انها فعلا بتراقبني، واللي رعبني اكتر وانا بحاول اهرب من السيارة، افتكرت اني شفتها اكتر من مرة طوال ايام الاسبوع في شوارع مختلفة، دي مش المرة الاولى. طلعت تليفوني وبسرعة اتصلت بالشرطة، حكيت كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل عن السيارة وعن الأوقات اللي شفتها فيها، ولكن في جزء ما حكتهوش وهو دخولي للدارك ويب. أما الأغرب فهو إن مجرد ما اتصلت بالشرطة اختفت السيارة في الحال. رجال الشرطة لما كلمتهم طمنوني جدا وقالوا لي إن الأمور هتكون على ما يرام، وإن هم هيراقبوا البيت طول الوقت، وإن مفيش أي حد هيقدر يأذيني. وهنا بدأت أحس بالأمان ورجعت لبيتي وأنا مطمن. بعد ما رجعت للبيت والدي كان بيستعد للسفر عشان حصل على وظيفة أفضل من اللي كان فيها. ودعته ورحت لسريري، كنت مرهق جدا ونمت نوم عميق. في اليوم التاني بعد ما صحيت من النوم لقيت صندوق أسود صغير على الشباك، فتحت الشباك ومسكت الصندوق. كنت بعتقد إن أحد أصدقائي هو اللي بعته، ولكن اتصدمت من اللي شفته جوه. كانت مجموعة من الصور، كانت صور على مسافة قريبة جدا مني، وصور ليا جوه البيت، وصور من مطبخ بيتي وأمي كانت بتطبخ، صور في كل مكان، وكأن في شبح خفي في البيت هو اللي كان بيصور كل الصور دي من غير ما نحس. وأخيرا كان في جهاز تسجيل صغير، فتحت التسجيل بسرعة وده اللي سمعته: لقد كنت أسهل ضحية استطعنا الوصول إليها، نحن في مكان قريب جدا منك وأخبرتك أننا سوف نصل إليك، أعتقد أنك الآن تعلمت الدرس، ولقد قررنا إطلاق سراحك لأننا وجدنا أننا لسنا بحاجة إليك الآن. أما بالنسبة لاتصالك بالشرطة فهذا الشيء لم يفسد أبدا متعتنا، ولقد كانت أوقاتا ممتعة، ولكن هذا التحذير الأخير،
لا تعود مرة أخرى لأنها ستكون الأخيرة. بعد كمية الصور والرسالة الأخيرة اللي سمعتها صدقت كل كلامهم وتأكدت إن فعلا كنت في خطر شديد. ما كنتش عارف أنا هعمل إيه بعد كده، ولكن الشيء الوحيد اللي كنت عارفه ومتأكد منه إن مستحيل أدخل للدارك ويب في يوم من الأيام مهما حصل. لسه الفيديو مخلص، لسه الجزء الأكثر متعة وإثارة في حلقة النهاردة، وهو فيديو مدته 3 دقايق لمجموعة من الأشخاص اللي دخلوا للدارك ويب وقدروا إن هم يحملوا الفيديوهات اللي موجودة جوه الدارك ويب وينزلوها على الحاسوب الشخصي بتاعهم. تعالوا نشوفوا هم بيعرضوا الفيديوهات وهم جوه الدارك ويب كان رياكشن وشهم عامل إزاي وإيه بالظبط اللي حصل معاهم. Okay, these are custom videos. These are, guys, that's what they're trading. AJ, I don't know. No, this is okay. Show me the most recent one. Nari. The last one. It's a small file. It's smaller than the other ones. Oh, Jesus. Just open it. This can't be real. Matthias, go to the end. Go all the way to the end. Why is he looking at the camera? That was it, right? Yeah. Well, then he might not have her yet. She's still in her bedroom. All the other girls weren't. Look, he chooses a girl, shows her to the rest of the group, and waits for someone to pay. And someone just paid. So this is the next girl. We have to report this. على حسب وجهة نظر الشخصية وعلى حسب اللي شفته من الفيديوهات ان الفيديوهات دي مش كاملة وان هي ليها تكملة، ولكن صعب جدا جدا ان هي تنزل على اليوتيوب، وعشان كده الفيديوهات مقصوصة لجزء صغير جدا يبين لك مدى الرعب اللي بيعيش في الضحية جوه الدارك ويب. وكمان القصة اللي انا حكيتها لكم من شوية هي قصة من المفترض ان هي قصة حقيقية لشخص دخل على الدارك ويب حسب ما الشخص ده قال مش حسب ما انا اللي بقول. فالقصة انا واخدها من مواقع موثوقة بتقول ان القصص دي فعلا حصلت لاشخاص
وموجودة على أرض الواقع. أما بالنسبة للي حصل مع الشخص فبناء عن الشخص نفسه فالقصص دي حقيقية وبتحصل كل يوم في العالم المرعب اللي احنا عايشين فيه. لو عايز تعرف أكتر عن الدارك ويب فتظهر لك بلاي ليست في علامة الآي فوق، اضغط عليها وشوف كل الفيديوهات اللي نزلتها عن الدارك ويب. وأخيرا ما تنسوش تابعوني على الانستجرام لأن هناك بنكون أقرب، ده الانستجرام بتاعي. أخيرا وآخر حاجة هطلبها منك إنك تنشر الحلقة دي مع صديقك المقرب وتعرفه على جيش الأبطال، لأن بالطريقة دي هنوصل 600 ألف في أسرع وقت وبعدها للمليون. واهم حاجة بلاش تقرب للمواقع دي، خد بالك من نفسك، خليك في امان لحد ما اشوفك على خير في مقطع جديد، والسلام. بتقول النظرية ان ديدي في الاساس مش غبية، ديدي بنت ذكية جدا، والصدمة انها في الاساس ما تعتبرش اخت ديكستر، بل انها في الاصل بنته اللي سافرت عبر الزمن ورجعت تاني لزمن والدها، وفضلت تتظاهر بالغباء الشديد زي ما بنشوف في الكرتون.